كما كان لمأرب الحق في التحرر من طوق الميليشيا الإنقلابية، فإن من حقها اليوم أن تكون قبلة للسياحة، وقد استقبلت القادمين إليها مهجرين ونازحين من كل مكان. مأرب الضاربة في القدم دشنت سلطتها المحلية برنامج التأهيل المؤسسي للمنشآت السياحية كجزء من مشروع يهدف لحوكمة قطاع الأعمال في الخدمات السياحية. كيف لمدينة تحوي عرش بلقيس ومعبد الشمس وسد مأرب وغيرها من مواقع الآثار والحضارة الإنسانية ألا تكون الوجهة السياحية الأولى؟ مأرب اليوم في طريقها لاستعادة مكانة كان يخشاها المخلوع وعمل على تقييدها، لكنها وبعد عامين من الانعتاق تفتح آمالها مشرعة أمام مستقبل أكثر إشراقا. هذا يدل دلالة واضحة أنه هناك تفاعل وهناك اتجاه فعلا للتنمية في هذه المحافظة التي ظلمت كثيرا في عهد النظام السابق. كنا في وضع صعب جدا، ميليشيا الحوثي كانت تحاصر المدينة من كل اتجاهات، وبفضل من الله سبحانه وتعالى وقوات التحالف العربي حقيقة اندحرت هذه العصابة إلى تخوم صنعاء. السلطة المحلية ومكتب السياحة في مأرب وضمن مشروع سمي بحق مأرب في السياحة دشنت برنامج التأهيل للمنشآت السياحية، والذي يأتي مقدمة لهدف طموح هو حوكمة قطاع الأعمال في الخدمات السياحية. يأتي تدشين برامج التأهيل المؤسسي والتدريب التخصصي للمنشآت السياحية في مأرب في إطار أكبر، وهو حوكمة قطاع السياحة وصنع تنمية سياحية حقيقية تواكب النهضة التي حاصلة الآن في مأرب. الآن بالأوضاع اللي احنا عايشين فيها سياحة داخلية، لكن في المستقبل القريب إن شاء الله وبعد انتهاء هذه الغمة اللي نقول عليها إن شاء الله نبدأ الترويج السياحة الخارجية. 20 منشأة فندقية سياحية أضيفت إلى 3 منشآت كانت موجودة و7 أخرى قيد الإنشاء، عكست استعداد مأرب لفتح صفحة جديدة للسياحة. بعد عامين من التحرير وبعد أن أصبحت مأرب قبلة للسياحة الداخلية، تستعد مأرب بمثل هذه البرامج ومثل هذه الفعاليات أن تصبح قبلة أيضا للسياحة الخارجية. محمود الحميدي، الإخبارية، مأرب.